إذا افترضنا مثلا إن ميزانية وزارة الصحة وهي أكبر من ميزانية التعليم حوالي 300 مليار، هذه 300 مليار، طيب يا ترى كم مليار بيروح للفيفا دول والتهابات الكحة والفحة والأشياء هذه؟ طيب هذه كم مليار؟ وإذا قسمنا مثلا المبلغ الباقي على عدد السكان، يا لطيف يا لطيف، يصير عندنا سرير في أحد المشافي لكل مواطن. حبيبي يعني الحين أنا لي سرير احتياطي محجوز باسمي، ويكون فيه 1,000,000 سرير احتياطي للحالة الطارئة مثل احتياطي البترول. معقولة؟ على هالميزانية الرياضية الكبيرة ما في بند لتكريم اللاعب الفنان الهداف جمعة أبو خميس؟ حسب لا تطيح تموت علي وترمل مبكر. يعني أنا أقول بدل ما يكرمونكم ها كان زين لو يسوونا ملاعب مثل الناس، الملاعب اللي عندنا أكل عليها الدهر وشرب. تكلفة ملعب واحد تكفي لتكريم 1,000,000 لاعب مثلي. أنا أقول هالمليون اللي يصلحون فيها دورات المياه واجد أبرك. تقولي شيء؟ لا ما أقول شيء، سلامة راسك. أقول يعني زين إنهم يكرمونك أنت وربعك زين، إيه قبل ما الله ياخذ أمانته يعني وتفكنا بدل ما قاعد لي النهار تدور في الشاحن هذا. شاحن وينه؟ شغل الكهرباء. وهذه نظريتي في الاقتصاد، بنزل فيها كتاب اسمه الكتاب الاخضر، الكتاب الازرق، الازرق في الاقتصاد. انا عندي نظريه احسن وافضل. والله ما عندك ما عند جدتي، لكن خلنا نسمع. تفضل. مدام ميزانيه الثقافه والاعلام 1,700,000,000، نخصم منها 500,000,000 مسلسلات. منزين هالمسلسلات السخيفه. ونخصم منها 500,000,000 مهرجانات، ونخصم منها 500,000,000 ديكورات. حلو حلو حلو. والباقي يتوزع على الشعراء ومثقفين مثالي. اي تستاهل، لا تستاهل. بس اسمع كاتب قصيده على المليارات. اسمعها. سم سم. يبو مليار، يبو مليار، الله، وزيد عليها 700. اي راحت كلها للتجار. الله، يا نزاهه يا نزاهه، مري وعدي يا نزاهه، ولب قلوبكم كلكم يا المليارات. بيض الله وجهك، بيض الله وجهك، قصيده تنكتم مو يديتر. وعلى الشيء هذا راح اكافئك بواحد حمضيات عائلي. تفضل 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 تفضل. ما شاء الله تبارك الله، اجل مره وعدي ان شاء الله اخر مره تمر. اكبر 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 اكبر. قادر قادر قادر.